أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الجمعة الغامضة. قبل ما نبدأ هذه الحلقة هذه أريد أن أشير إلى لاحظتي وراني جوج المرات وكيتحيد ديال الفيديو اللي درت ديال الحلقة الأولى من سلسلة ملوك وثوار ودرت على مصر الملك فاروق وثورة الضباط الأحرار والفيديو يوتيوب مرتين كيوقف لي الفيديو بسبب حقوق الصور وحقوق الموسيقى ومرتين كنعاود لي المونتاج كنلعب شي شوية في الموسيقى نحاول نبدلها كنقص من الصور ومرتين اليوتيوب كيوقف لي الفيديو ورا كنراكم لاحظتي ومرتين كيتحط الفيديو كيتحيد. دابا المرة الثالثة راني عاودت لي المونتاج وراني حطيته دابا راه تينزل. الا شفتوه نزل وتحيد عرفوا راه يوتيوب ما قبلوش وكتكون هذه اول واخر حلقه ديال سلسله ملوك وثوار حيت المساله فيها الكثير من الحقوق وهناك صور وهناك بدون الموسيقى اهم حاجه هي الصور اللي لاحظت لي يوتيوب ركز عليها بزاف وكيبعثوا لي يعني انذارات انني انتهكت الملكيه ديال الصور ديال الغير. هذا من جانب. هل ممكن ان تصبح عبقريا بين ليله وضحاها؟ هل ممكن ان يمتلك الانسان قدرات ومعارف دون اي تدريب دون اي تكوين؟ هل ممكن ان تصبح موسيقي محترف دون أن تلج إلى مدرسة الموسيقى وأن تدرس الموسيقى وأن تتدرب على آلة موسيقية؟ هل ممكن أن تصبح عبقري في الرياضيات بلا سابقة في الرياضيات وسابقة في علوم الرياضيات؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الجمعة الغامضة. قبل كل شيء نشكركم على المتابعة. طبعا إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك. الموضوع ديال اليوم هو متلازمة العباقرة ولا سافانت سيندروم سيندروم دي سافون. متلازمة العباقرة فيه شقين سافانت سيندروم وفيه اكوايرد سافانت سيندروم يعني المتلازمة العباقرة ومتلازمة العباقرة المكتسبة. بمعنى أن ممكن يكون الإنسان مريض عقلي مثل التوحد دوك ليزوتيستيك التوحد ولا الإنعزاليين وكيطوروا قدرات عجيبة قدرات عقلية كتجعلهم من العباقرة ومن المتفوقين وخوارق ليست عند الناس. حنا كنتكلموا على 30 الناس اللي هما مصابين بهذه المتلازمه العباقره في كوكب الارض كله في هذه الملايير ديال سكان الارض هناك 30 فقط اللي هما مصابون بمتلازمه العباقره ورب ضاره نافعه رغم انه امراض لكنهم اناس عباقره. فكما قلت هناك متلازمه العباقره هناك متلازمه العباقره المكتسبه. بمعنى انك ممكن يظهر فيك هذا النبوغ وهذا الذكاء الفائق لمرض عقلي او لا لحادثه تصاب بها وكنتكلموا بالضبط على الحوادث على مستوى الراس وممكن يكون مثلا سقوط ولا حادثه سياره المهم انها ضربه في الراس. ديريك اماتو ضرب الراس ديالو مع القاع ديال المسبح كان يسبح وضرب ضرب الراس ديالو في القاع ديال المسبح. بعد ذلك كان طبعا مشى للمستشفى وشاف الطبيب انه اصيب في الدماغ وكانت الاصابه ديالو خطيره لكن بعد ذلك ديريك اماتو خرج من المستشفى وذهب عند واحد الصديق وكان عنده بيانو. فجاه الا وديريك اماتو كيلعب البيانو باحترافيه وعمره ما كان يعرف البيانو كان بالنسبه له آلة من الالات الموسيقيه عمره لم يسبق له ان درس الموسيقى
أو لمس البيانو، فإذا به يصبح عازف محترف على البيانو ويصبح مؤلف موسيقي بسبب هذه الضربة اللي كانت ضربات في الرأس. كذلك حالة توني سيكوريا، توني سيكوريا كان كيتكلم مع الأم ديالو في التليفون، باش كانوا دوك في التليفونات يعني من الشارع، دابا انقرضوا، دابا الكل كيستعمل الهاتف المحمول و الأجهزة السمارت فونز. كان كيتكلم مع أمو فصعق بالبرق، ضربوا للراس ومشى طبعا المستشفى، وهو من أب ستيت نيويورك، من واحد المدينة في شمال ولاية نيويورك، طلع حتى المستشفى إلا وأصبح عازف ماهر كذلك على البيانو نفس الآلة، وأصبح يؤلف الموسيقى وهو مشهور. وتهوى لم تكن له سابقة في البيانو ولا في الموسيقى ولا في السولفيج، المسألة كانت بين عشية وضحاها. كذلك حالة ديال أورلاندو سيريل، أورلاندو سيريل كانت تضرب العصا ديال البيسبول على مستوى الرأس باش كان في السن ديالو 10 سنوات، فإذا به كيطور واحد الملكة عجيبة، أنه أصبحت لديه ملكة قياس الزمن. مثلا كتعطيه أي تاريخ وأي سنة، لأن فريد تقول له 11 يناير 1335، مباشرة بدا ما يفكر غيقول لك شنو هو اليوم، هل يوم الثلاثاء ولا يوم الأربعاء ولا يوم الخميس، بدون أدنى تفكير. مثلا 20 غشت 1748، مباشرة يقول لك شنو هو اليوم، مش خميس أحد أربعاء، بدون أدنى تفكير. وهذا هذه الملكة هذه هو طورها أو نزلت عليه أو اكتشفها أو طلعت إلى السطح باش كانت تضرب في السن ديال 10 سنوات العصا ديال البيسبول. هناك حالة ألونزو كليمنس، كان سقط واحد السقطة خطيرة على الرأس ديالو باش كان في العمر ديالو 3 سنوات. بعد ذلك مباشرة ولا من كبر شوية في ديك الطفولة المبكرة ديالو كينحت منحوتات، وبالضبط ديال الحيوانات فقط، ملي كينحت مثلا بقرة أو أسد أو ذئب أو حصان أو كلب، كينحتو كأنك كتشوفه أمامك بديك التفاصيل، يعني أدق التفاصيل كان ينجزها وما كانش كيهملها، وبدون ما يكون عنده سابقة تدريب، وبدون ما يلاحظ والديه مثلا ان فن النحت عنده كيتطور، لا هو مباشره بدا النحت، ومباشره منذ العمل الاول كان برع في ذاك العمل، يعني ما احتاجش لمساله تطوير وتطور، مباشره بداها فنان نحات محترف بدون اي تدريب وبدون مدرسه وبدون اي شيء. وكنظن لعل اشهر حاله هي اللي كانت دارت في واحد الفيلم مع داستن هافمان، ولا بلا شك الكثير كيعرفوا الفيلم سميتو رين مان، واللي كيحكي القصه ديال داك الامريكي من ولايه يوتا، وهو اوتيستيك مصاب بالتوحد وعنده ذاكره فوتوغرافيه، اي شيء تيقراه تلصق في الراس عام ما كيمشيش، داك الشيء كل المعلومات كلها دا مع القبر من توفى. كانت عنده ذاكره فوتوغرافيه، والغريب ان كيم بيك ملي كان تيقرا الكتاب، دوك الصفحتين ديال الكتاب كانت كل عين تقرا صفحه، كل عين كتشتغل باستقلال عن العين الاخرى، وهذه ملكه لم اسمع بها عند احد من قبل، قبل ما ندير البحث ديالي على متلازمه العباقره. ومنين شفت التفاصيل ديال كيم بيك، ملي عندما يقرا كتاب كل عين كتقرا صفحه، وذاكرة فوتوغرافية، أي شيء قراه وفي الأفلام الوثائقية كيبان كيم بيك تيتكلم وكيعطيه أي مثلا تاريخ، مثلا ماذا جرى في 1789، كيعطيك ماذا جرى في العالم 1900 كذا 1600 1400، فكل ما وقعت عليه عيناه وكل ما قرأها وكل المعلومات اللي تسجلت عنده فهي مخزونة في ذاكرته الفوتوغرافية. كذلك كيم بيك مثلا دوك العود ديال الأسنان اللي كان قوي الأسنان، إلى لحتيه في الأرض
مباشره كيشوفهم وكيحسبهم في اقل من ثانيه، لدرجه انك ممكن تلوح ليه وداروا ليه تجارب كيلوحوا ليه حبات ديال العدس مثلا، جوج الحفنه ديال العدس كيرميوها في الارض، هو مجرد نظر اليها كيمبيك تيحسب شحال من حبه عدس، وتيجيو كيشوفوها وكيلقاو العدس بالضبط كما قال هوكين بيك. وكنظن ملكه مثل هذه من الصعب انك تطورها، وبلا شك انها غادي تطلب منك سنين، لكن هاد الناس هادو كيكون عندهم واحد الفتح في الدماغ ديالهم وفي العقل ديالهم، ويصبحون عباقرة. العلماء اللي حاولوا يدرسوا متلازمة العباقرة حد الآن نظرية واحدة اللي كتفسر بالنسبة لهم هذا الأمر هذا، وهي أنك كما قلت هناك متلازمة العباقرة وهناك متلازمة العباقرة المكتسبة، وكما شرحت أنه هو هذاك المرض لهذه الظاهرة تأتي على سببين كيتسببوا فيها كما قلت، إما حادثة وضربة على الرأس أو مرض عقلي. والعلماء كيحاولوا يفسروا ماذا يحصل بالضبط في الدماغ، ويقولون أنه مثلا في حالة ذاك المرض ولا في حالة ذيك الضربة أن العقل ديال الإنسان كيحاول يعوض فقدان ديال ما فقده الإنسان. وحنا كنعرفوا أن الخلايا العصبية هي خلايا عقيمة، أي خلايا فقدتها فأنت فقدتها إلى الأبد، ما كتكاثرش بحال مثلا خلايا الجلد ولا الخلايا الأخرى ديال الأعضاء البشرية اللي دائما كتكاثر ودائما في تكاثر باستمرار، لأن دائما نحن نفقد الخلايا بالملايير وتعوض بالملايير. الخلايا العصبية اللي عندنا في الدماغ هي خلايا عقيمة، وأي خلية فقدناها فهي بلا رجعة. فاللي يحصل أن عقل الإنسان كيحاول يعوض على بعض الملكات اللي كان فقدوها بإثر ضربة أو مرض، كيعوضها بداك التعويض اللي كيحاول يديرو العقل، هو اللي كيعطي ديك الملكة ديال العباقرة وداك النبوغ اللي ما عنده حتى شي تفسير، وديك الخوارق اللي غير مفهومة، لأن غير مفهومة للإنسان كيطور معارف وكيولي خبير في مسائل في فنون معينة وكيفهم فيها وكيولي من المتفوقين ومن الأوائل دون سابقة في التدريب وفي المذاكرة وفي الدرس وفي التحصيل العلمي. وهذه هي المسألة اللي غريبة فيما يخص هاد الظاهرة وهاد المرض ديال المرض ديال متلازمة العباقرة. هذا هو الغريب وهذا هو الغامض فيه، فكيفاش أن ضربة في الدماغ تحول منك إلى عبقري؟ وهنا المسألة اللي بغيت نشير اللي هي كنظن مهمة في هاد المسألة ديال متلازمة العباقرة، هي النظرية التي تقول أن الإنسان لا يستعمل إلا 10% من القدرات العقلية ديالو من الذكاء ديالو. وكنظن هاد المتلازمة العباقرة كتبت بأن هاد النظرية صحيحة، أن هناك طريقة لإيقاد واحد الجهة معينة من العقل، إيقادها على أنها تستعمل القدرات ديالها الكاملة ونصبح كلنا عباقرة وكلنا المعيين وأذكياء. النظرية ديال أن الإنسان يستعمل فقط 10% أو أقل من 10% كنظن أنها نظرية صحيحة، والدليل أننا نحن لسنا سواسية. الدليل كذلك أن هذاك الإنسان العبقري وهذاك الذكي وهذاك المخترع وذاك الفنان حتى وراه إنسان بحاله بحالنا، ما عندوش شي حاجة اللي هي زائدة، مع لم يعطيه لم يعني لم يجمع فيه الله ما تفرق في غيره، ما عندوش شي حاجة تنقصنا، ليس له ما ينقصنا، يعني له نفس الدماغ ونفس العقل ديالو كيشتغل بنفس الميكانيزم، إلا أنه كيبذل هو يبذل مجهود في الدراسة وفي التحصيل العلمي وفي المذاكرة، فيتقن
هذاك الحرفة التي يتقنها. ولكن كذلك بالنسبة لمسألة كيف الوصول إلى استعمال 100% ديال القدرة العقلية، هذيك واحد المفتاح اللي العلماء كيشتغلوا عليه الآن، وكي من أجل اكتشاف طريقة أنك يعني كما كيقولوا بالإنجليزية to unlock your potentials، أنك تطلق العنان للقدرات ديالك وتطلق العنان لهذه القدرات العقلية اللي عندنا المخفية، واللي احنا مازال ما توصلنا كيفاش أننا نستعملوا ديك 100% ديال العقل ديالنا كي نصبح كلنا عباقرة وكلنا أذكياء وكلنا المعين. وكخاتمة، كنظن أن يوم من الأيام غادي توصل الإنسان على أنه يستعمل 100% ديال القدرات العقلية، خصوصا إذا اكتشف ماذا يحصل بالضبط داخل الدماغ ديال الإنسان عندما مثلا يضرب بعصا ويفتح له ذاك الفتح العقلي والفتح ديال الذكاء، ويصبح من أصحاب الخوارق والألمعيين والأذكياء. فأنا كنظن أننا كلنا ذلك الرجل العبقري، كلنا راكين في الداخل ديالنا، غير وجب علينا أن نكتشف كيف نطلق سراح ذلك الجني من القمقم. فكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك العبقري. كنتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة، إذا عجبتكم ديروا لايك وما تنسوش الاشتراك. كان معكم عبد اللطيف، شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء.